انا دكتور خالد امين، دكتور خالد امين زارع عضو مجلس نقابه اطباء الجيزه. عايز بس ارد على المزايدات اللي حصلت النهارده على تحركات النقابه مع الاطباء اللي توفوا بسبب عدوى انفلونزا الخنازير. اولا الاطباء اللي توفوا بسبب العدوى دي 4 لغايه دلوقتي، الوزاره بتنكرهم، احنا بنحاول نثبتهم في كل المحطات التلفزيونيه او باي وسائل اعلام بتاعنا. 4 بس اللي ماتوا من الدكاتره، 2 في الاهليه وواحد في القليوبيه وواحد في الشرقيه. النقابه صرفت تعويضات مباشره ليهم باقصى ما تتحمله اللائحه. النقابه طلعت قرارات بالشكل ده وتنقلها على مجلس النقابه اللي وصلت انا حتى شخصيا للدكتور احمد لطيف وصلت المصروفات اللي اتصرفت لي لغايه دلوقتي اكثر من 21,000. طالبنا بصرف معاشات استثنائيه ونص الصحه. انا كان قرار بصرف معاشات استثنائيه دي بتاخد وقت شويه، يعني يمكن لسه الوقت ما خدش الموضوع عشان خاطر ان انا عن كده. حكايه ان اتصرف معاشات او تعويضات للاطباء للجنود اللي توفوا مثلا، ده بروتوكول بيحصل في كل بتاع. لجنه الاغاثه نفسها مش من اموال الاطباء، لجنه الاغاثه بتجمع اموال من عامه من الشعب من كل اطباء او غير اطباء وبتصرف الاموال دي تعويضات للمتضررين من احداث او من سيول او من كوارث او ايا كان من غير اطباء او من الاطباء. فمش الحكايه مش حجه على الاطباء، فلوس الاطباء ما تنفق الا على الاطباء. ده واحد. الشيء الثاني وده شيء مهم جدا، انا عايز لما اتكلم على حكايه انفاس الخليجيه دي اوجه الكلام ضد الجهه المسؤوله عن الموضوع ده. انا كل سهام النقد اللي دلوقتي وجهت من الدكتوره الزميله اللي كانت بتتكلم من شويه ومن دكاتره ثانيين ضد مجلس النقابه، مجلس النقابه مش مسؤول عن ان انفاس الخليجيه منتشره وعماله بتموت في الدكاتره ومكافحه العدوى. احنا طلعنا وقلنا واتكلمنا عن البيانات بشكل قوي جدا على الموضوع دوت، وصعدنا الموضوع مع الوزاره اتكلمنا فيه وطلبنا بصرف معاشات استثنائيه للاطباء المتضررين من الموضوع ده، وحملنا وزاره الصحه مسؤوليه الحكايه دي وحملناها ان هي تتحمل مسؤوليه علاج الاطباء دول وصرف تعويضات مناسبه ليهم. فوق كل ده احنا خاطبنا الاطباء اللي موجودين في مستشفيات تنقصها وسائل مكافحه العدوى بان احنا يبلغونا بالموضوع دوت، وهنبحث الموضوع وبعد كده هنخاطبهم ونخاطب جهه العمل بوجوب اغلاق المستشفى التي لا تتوفر فيها مكافحه العدوى. اذا كان في مقترحات ممكن الاطباء يقدموها اكتر من كده يا ريت يقدموها، اذا كان في مقترحات من الناس الثانيه ممكن تقدم اكتر من كده يقدم. بس في الاول وفي الاخر يا جماعه سهام النقد يجب ان توجه للمكان الصحيح وزاره الصحه، وزاره الصحه المسؤول. عايز اقول لكل دكتور بكره هتموت في المستشفى ومش هتلاقي اللي يعبرك، لا زمايلك ولا مجلس نقابه، ولا مجلس نقابه هيسال فيك. النهارده كان عندنا جمعيه عموميه وكان في المفروض ان الاقتراحات اللي بيتصوت عليها هي الاقتراحات اللي بيطلبها الدكاتره. دكاتره زمايلنا طلبوا، في 8 من زمايلنا ماتوا اثناء تاديه عملهم في المستشفى من انفلونزا الخنازير، يعني ماتوا وهم بيأدوا عملهم. النقابه ما جابتش سيرتهم باي حاجه. طالبنا ان احنا نعمل لهم معاش استثنائي، النقابه فيها فلوس، من ناحيه الفلوس فيها فلوس، يعني تعمل لهم معاش استثنائي يتعمل لاهاليهم، يشترك لاهاليهم في مشروع العلاج. على الاقل يعاملوهم حتى زي العساكر، اتوبيس العساكر اللي اتقتل، الجنود اللي اتقتلت دي النقابه طلعت ليهم 10,000 جنيه لكل واحد لاهله. الدكاتره مش محصلين، ده احنا خلاص حتى نقابتنا مش تقله فينا. الاقتراح ما كانش ذو اهميه، اصل احنا دمنا رخيص. وبقول لكل دكتور احسن بدل ما تدور على الكادر، وساعه لما تفرح بنفسك وتلاقي الكادر المهني والاداري اللي انت بتطلب عليه يمكن اصلا تكون مت من العدوى في المستشفى. الجمعيه عموما النهارده ان احنا اقرينا صوتنا على التصعيد ضد عدم اقرار قانون الكادر اللي احنا كنا مطالبنا بيه قبل كده. التصعيد دوت هيبقى يوم 26 فبراير، هيبقى فيه اضراب جزئي مع الصيادله والاسنان، ويوم 8 مارس في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا وإقرار قانون الكادر اللي من حق الأطباء ومن حق كل العاملين بالمجال المهني دوت، يوم 8 مارس هنبدأ إضراب مفتوح. وتاني حاجة، تشكيل لجنة من الأطباء خارج مجلس النقابة لإدارة الإضراب وإلزام مجلس النقابة بهذه القرارات. يعني أهم حاجة فعلا القرار اللي احنا طلبناه بزمايلنا اللي ماتوا بأنفلونزا الخنازير، أصلا ما كانش حاجة موجودة بالنسبة لهم. تاني حاجة إن احنا طالبنا بإدراج اسمين بالذات، دكتور خالد سمير ودكتور خالد عبد الدايم، إن هو ما يتكلموش باسمنا مع الوزيرة مع وزارة الصحة في 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 في, في أمر مطالبنا، وبرضه ما اهتموش إن هم يعرضوه على الجمعية العمومية. هي مش مختلفة معانا في أي حاجة، هي عايزة تسكتنا، مش عايزة تدينا حقوقنا. أقرت قانون كده هزيل حوافز ما يسويش ما يأكلش عيش. هي ما فيش أي اختلاف، هي عايزانا نقعد ساكتين ما نطالبش بحقوقنا. احنا خلاص تعبنا، احنا حتى ما حصلناش أمناء الشرطة. كل اللي همامها الوزيرة إن احنا نهش القطط من المستشفيات، ما ننساش نهش القطة. ده الرسالة اللي هي وصلتها لنا. أنا أكتر واحد يهمني إن أنا أوصل له رسالتي هو الدكتور، هو زميلي. دور على حقك،
مش هتلاقي حد يجيب لك حقك. وما تنساش بقى انت لو مت انسى ان في حد يتكلم باسمك ولا حد يدور على حقك بعديك، دور انت على حقك. واضربنا يوم 26 فبراير، وان لم يكن هيبقى يوم 8 مارس ان شاء الله لغايه ما تحقق مطالبنا. شكرا.